بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: باب لا يقول عبدي وأمتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب، أي هذا باب، لا يقول عبدي وأمتي، لا يقول الإنسان لمماليكه هذا عبدي وأمتي، لأن العبودية حق لله سبحانه وتعالى، فهم عباده، كلنا عباد الله جل وعلا، ولكن يقول فتاي وفتاتي، هذا هو البديل الصالح، أن يقول بدل عبدي وأمتي أن يقول فتاي وفتاتي لمماليكه. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. نعم، هذا فيه نهي وفيه إباحة، فالنهي لا يقول لمماليكه عبدي وأمتي، لأن العبودية حق لله، والناس كلهم عباد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر البديل الصحيح فقال: وليقل فتاي وفتاتي، يقول لمماليكه فتاي إن كان ذكرا، وفتاتي إن كانت أنثى، هذا هو البديل الصحيح. قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، قال: قوله باب لا يقول عبدي وأمتي، ذكر الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي. ليقول المملوك لمالكه سيدي ومولاي، بمعنى أنه مالك له فيقول سيدي، أو يقول مولاي أي المتولي لشؤوني بدل سيدي ومولاي. نعم. لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي. لا يقول أطعم ربك وضئ ربك، لا يقول للمملوك أطعم ربك، لأن الربوبية حق لله سبحانه وتعالى، فهو الرب المالك المتصرف في عباده كما يشاء سبحانه وتعالى. وليقل سيدي ومولاي، لمالكه يقول سيدي، أو يقول مولاي أي المتولي لشؤوني. نعم. ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. ولا يقل لمماليكه
عبدي وأمتي، لأن العبودية حق لله سبحانه وتعالى. وليقل بديل ذلك مما لا حرج فيه، يقول فتاي لمملوكه وفتاتي لمملوكته، هذا هو البديل الصحيح من الألفاظ. نعم. هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد. هذا هو الغرض، أن ذلك تحقيقا لتوحيد الله سبحانه وتعالى، فهو الرب. فلا يقول وضّع ربك، يعني سيدك، لا يقول أطعم ربك كذلك، وإنما يقول لمالك سيدي ومولاي. وكذلك العمى تقول لمالكها سيدي ومولاي. نعم. هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم. نعم، الرب إذا أطلق فإنه هو الله سبحانه وتعالى، رب العالمين للجميع، ورب فلان وفلان للأفراد. فالربوبية خاصة بالله سبحانه، فيتجنب هذه الألفاظ لأن فيها محذورا شرعيا، حيث أطلقت على من لا تصلح له من الخلق. نعم. لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم فينهى عنه لذلك. شاركه في الاسم، وهذا مكروه من هذه الناحية، وهي المشاركة في الاسم، وإن كان قائلها لا يقصد حقيقتها، فتجنبا للمعذور حتى في الألفاظ يؤتى بالبديل الصالح الذي لا محذور فيه. نعم. فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم فينهى عنه لذلك، وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى. نعم، هذا وإن كان ليس على حقيقته، ولكن تجنبا للألفاظ التي لا تليق بالمخلوق، وإنما هي تطلق على الخالق سبحانه وتعالى، وهذا من تحقيق التوحيد. نعم. وتجنب الشرك حتى في الألفاظ. نعم. وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له، فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار، فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق، وتحقيقا للتوحيد، وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ. نعم، هذا هو المقصود من تجنب هذه الألفاظ وإطلاقها على المخلوق، وهي في الواقع لا تليق إلا بالخالق سبحانه وتعالى، فهذا من تحقيق التوحيد. نعم. وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين.
نعم، حتى في الألفاظ يتجنب ما فيه اشتباه، فيكون ما يليق بالله خاصا بالله، وما يليق بالمخلوق يكون خاصا بالمخلوق، فتحصل الفائدة ويتجنب المحذور. نعم. وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ، وهو قوله سيدي ومولاي. وهكذا إذا نهى عن شيء فإنه يأتي بالبديل، البديل الصحيح، ولا ينهى عنه ولا يأتي ببديل له. فلما لم يجز أن يقول للسيد وضع ربك أطعم ربك، فإنه يأتي بالبديل فيقول سيدك أو مالكك أو ما أشبه ذلك. نعم. وكذلك قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله. ولا يقل السيد والمالك، لا يقول لمملوكه عبدي ويقول لمملوكته أمتي، لأن هذه الألفاظ لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فيأتي بالبديل الصالح، وهو أن يقول فتاي وفتاتي. نعم. وكذلك قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله، قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالعبيد لله سبحانه وتعالى، والخلق كلهم عباد الله جل وعلا، فلا يقول للمخلوق هذا اللفظ الذي لا يصلح إلا للخالق سبحانه وتعالى. نعم. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأدبا وبعدا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد، وأرشدهم إلى أن يقولوا فتاي وفتاتي وغلامي. نعم. وهكذا إذا كان العالم أو الداعية إلى الله يريد تجنيب الناس للألفاظ التي لا تليق بهم والتي هي من اللائقة بالله سبحانه وتعالى، فإنه لا ينهاهم ويتركهم، بل يأتي بالبديل الذي لا محذور فيه، البديل الصحيح الذي لا محذور فيه. فلا يقول عبدي وأمتي، ولكن يقول فتاي وفتاتي. نعم. وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. نعم، هذا حماية للتوحيد، وإن كان القائل لا يقصد حقيقة معنى هذا اللفظ، ولكن حتى في الألفاظ التي فيها اشتباه فإن المسلم يتجنبها، وإذا تجنبها يأتي بالبديل الصالح، فيقول فتاي وفتاتي بدل أن يقول عبدي وأمتي. نعم. وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما فيه لهم نفع، ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين. نعم، هذا ما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه جنب أمته كل ما فيه
معنى لا يليق بهم، وأرشدهم إلى اللفظ البديل الصالح، فلا يقول عبدي وأمتي، ولكن اللي يقول فتايا وفتاتي. نعم. فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما فيه لهم نفع، ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين، فلا خير إلا دلهم عليه، خصوصا في تحقيق التوحيد. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد الخالص لله عز وجل، دعوته إلى ذلك، ونهى أمته عن استعمال الألفاظ التي فيها اشتباه في المعنى، وإن كانوا لا يقصدون الحقيقة، ولكن حتى الألفاظ التي فيها اشتباه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جنبهم إياها تحقيقا للتوحيد. نعم. فلا خير إلا دلهم عليه، خصوصا في تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذرهم عنه صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا ما يقرب من الشرك لفظا وإن لم يقصد به، وبالله التوفيق. نعم. فنهاهم عن الشرك، ونهاهم عن الألفاظ التي فيها اشتباه، حماية للتوحيد، تحقيقا له، حتى الألفاظ التي يفهم منها أو تدل على ما لا يليق بالمخلوق نهاهم عنها تحقيقا للتوحيد، وتحقيقا للتوحيد وتجنيبا لما يخالفه أو ينقصه أو يوهم خلاف الحق. نعم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، يعني في هذا الباب من عادة الشيخ رحمه الله أنه فرغ من الباب، إذا فرغ من الباب يأتي بما فيه من فوائد في هذا الباب من فوائد في التوحيد والعقيدة. نعم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: النهي عن قول عبدي وأمتي. المسألة الأولى: النهي أن يقول عبدي وأمتي، لأن العبودية حق لله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان لا يقصد بذلك حقيقة اللفظ، وذلك لأجل تجنيب الناس الشرك وألفاظه، وإن كانوا لا يقصدونها. نعم. الثانية: لا يقول العبد ربي، ولا يقال له أطعم ربك. لا يقول العبد لسيده ومالكه يقول ربي، لأن هذا فيه تلبيس، وفيه إطلاق لفظ في غير محله. نعم. الثالثة: تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي. يقول المالك فتايا وفتاتي، بدل أن يقول عبدي وأمتي، لأن فتايا وفتاتي ليس فيها محذور شرعي. نعم. الرابعة: تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. تعليم الثاني وهو العبد المملوك يقول لمالكه سيدي ومولاي، بدل أن يقول ربي. نعم. الخامسة: التنبيه للمراد، وهو
تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ وإن كان لا يقصد معناها، فيتجنب الألفاظ حماية للتوحيد وتجنيبا للناس أن يتلفظوا بألفاظ فيها اشتباه. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.